آلي وأصحابي والتابعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا سيدي أحمد تجاني رضي الله عنه وعنا به، آمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أمر هنا بجوامع الخير ونهى عن جوامع الشر. يعني مين اللي بيأمر؟ القرآن ما بيأمرش والسنة لا تأمر. الذي يأمر هو الله. إن الله يأمر والنبي يأمر، مش السنة هي اللي بتأمر، لا، ربنا فوض النبي انه يأمر وينهى، وربنا بنفسه بيأمر وينهى، انما مش القرآن هو اللي بيأمر وينهى. خلي بالك، يأمرهم بالمعروف، ده النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم. في فرق ان اقول لك ايه لا تفعل كذا، وفي فرق ان اقول لك ايه انا بأمرك او بنهاك انك ما تفعلش كذا. الاولانيه دي يعني ايه فيها تمريض، يعني افعل ولا تفعل، يعني ممكن تفعل، انما لما اقول لك انا بقول لك وبأمرك انك تفعل، يبقى ديت خلي بالك، خلي بالك، ده انا اللي بأمر. يعني لو عصيت تبقى عصيتني شخصيا. إن الله يأمر. إن الله إيه؟ ويأمر هنا فعل إيه؟ مضارع. يعني هو دائم الأمر، يعني إيه؟ يعني للتجديد والدوام. إن الله إيه؟ يأمر. وبعدين إيه؟ ما قالش المفعول به. ما قالش إن الله يأمركم. قال إن الله يأمر بس، ما جابش المفعول. ما جابش المفعول ليه؟ ما جابش المفعول عشان يسيب للحب مسافة. الحب غير الأمر والنهي. إن الله يأمر، ما قالش يأمركم، وينهى ما قالش ينهاكم. هو عاوزك تاخد بالك من الفعل، من الفعل والفاعل، من اللي بيأمر والأمر ايه. مش عاوزك تستوحش بقى بذكر المفعول اللي هو حضرتك. بيأمر وينهى، بيأمر مين وبينهى مين، يعني ما قالش بقى مين، عشان يسيب الايه حاجة بقى للحب كده، يعني لا تستوحش النفوس من ايه، من القدوس. لأن دائرة الحب هي دائرة تخرج عن دوائر الأمر والنهي. دوائر الأمر والإيه؟ والنهي. يعني أنت مثلا عندك في البيت، لو مثلا قلت لأحد أبنائك، لأحد أبنائك، قلت له إيه؟ قوم يا فلان اعمل لي كوباية شاي. دي مش كويسة في حقه. أنت بتأمره. بتأمره ليه؟ خارج دوائر الأمر والإيه؟ والنهي. لأن الأمر والنهي فرض وفضيلة. يعني إيه؟ يعني يا إما فرض اللي هو العدل، يا إما فضيلة اللي هو الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإيه؟ فالعدل فرض، فرض على كل إنسان أن يكون إيه؟ عادلا. والإحسان ده فضيلة، ده إيه؟ فضيلة. والحب بقى لا فرض، الحب أفرض فضيلة. أفرض إيه؟ وأفضل فريضة. أفضل إيه؟ فريضة. يبقى دام في بقى حب، يبقى أنت خارج دائرة الإيه؟ الأمر والإيه؟ في مفيش حب، يبقى أنت جوه دائرة الأمر والإيه؟ والنهي.
لأن الحب هو كلمة الله العليا. الحب إيه؟ واسمه الأعظم الذي إذا دعي به إيه؟ وهو خزائن الجود لكل موجود، وخزائن العلم لكل ذي علم، وخزائن المعرفة لكل صاحب إيه؟ وخزائن كل شيء لكل ذي شيء. خزائن كل إيه؟ اسمها إيه؟ الحب. يبقى الحب خزائن كل شيء لكل ذي إيه؟ شيء. فهم الأحياء، أو من كان ميتا فأحييناه، وهم أهل النور، وجعلنا له إيه؟ نورا يمشي به في الإيه؟ اللي هم بتوع التكليف دول، أمر والنهي. فكلمة فيه يمشي فيه هي دي، هي اللي إن الله يأمر بالعدل، بدل يأمركم قال لك يأمره، يعني ربنا قال أنا بأمر بكذا. مين يا حلوين اللي يعمل؟ هيجري مين؟ أصحاب الحب، هم أول ناس، مش كده؟ إنما لما يقول إن الله يأمركم يبقى بقى بيأمركم بجد بقى، وأنتوا بقى أنتوا يعني إيه؟ أنتم المعنيون. صلى الله على من وصل منهم، ورحم الله من قتل شهيدا منهم. ما مش كل الناس هتوصل في السكة، بيموتوا شهداء كثير كثر، فرحم الله لإيه؟ الشهداء، وراضي عن إيه؟ عن الواصلين بقى. إن الله يأمر بالعدل، يبقى العدل إعطاء كل ذي حق إيه؟ حقه. يعني واحد يقابلك بلطف تقابله إيه؟ بيضحك في وشك تضحك إيه؟ ده كله عدل مش إحسان. واحد أحسن إليك تحسن إليه، ده عدل مش إحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإيه؟ يبقى ده عدل، ده إيه؟ إنما إيه هو الإحسان؟ الإحسان بقى إني أحسن إلى من أساء إليه، يعني اللي هيسيء إليه أنا بقى هأحسن. يعني واحد مثلا قتل واحد، فأهالي المقتول دول نقول لهم يا جماعة يا إما تاخدوا القصاص، يبقى ده اسمه العدل، اسمه الإيه؟ أو الدية برضو العدل، أو تعفو أو إيه؟ ده اسمه عفو، اسمه إيه؟ إنما الإحسان بقى إنك أنت تجيله وتقول له خلاص أنا عفيت عنك وخد لك قرشين أهم ابدأ بيهم حياتك، أنت الظاهر، يبقى ده اسمه الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل إيه؟ كتبه الذي أحسن كل إيه؟ كتب الإحسان على كل إيه؟ ولذلك رفع ربنا الظلم بالعدل ده، رفع الظلم حتى عن الحيوانات. يعني ما ينفعش أنك أنت تظلم حيوان. دخلت امرأة النار في إيه؟ الثالث ملعون، لما لقى ثلاثة راكبين على دابة، النبي لعن بني آدم عشان الدابة، الثالث ملعون، يبقى الدابة يقعد عليها كام؟ اتنين بس. لا تتخذوا هذه الدواب كراسي، ما تقفوش تتكلموا، مش كده ولا إيه؟ لا تسبوا الريح، انك انت لما بتسب الريح بتصدمها. بتسب الريح دي هي عملت لك ايه؟ ما تسبيهاش، بل الريح دي كلها فوائد، كلها ايه؟ لا تسبوا الظهر، لا تسبوا الديك، فانه يوقظ ايه؟ لا تسبوا الحمى
فإنها إيه؟ تنفي السيئات. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا الشيطان، حتى الشيطان رفع عنه الظلم. لا تسبوا الإيه؟ الشيطان. ده الشيطان ما تسبوش. لا تسبوا الشيطان واستعيذوا بالله منه. يعني عاوز اكتر حاجه تقول ايه؟ اعوذ بالله، انما ما تستمش في الايه؟ في الشيطان. كل حاجه حلوه او حاجه وحشه هتلاقي لها حاجه حلوه. يعني كل حاجه انت شايفها وحشه هي ما اتخلقتش وحشه كده، لا دي فيها حاجات حلوه، بس انت ما شفتش غير الحاجه الوحشه، ما شفتش غير الحاجه الايه؟ ده ما فيها، مش كده ولا ايه؟ ابليس ده كم حرف؟ كم حرف؟ خمس حروف. ذكر في القرآن كم مرة؟ 11 مرة. 11 ايه؟ مرة. 11 مرة في خمسة بكام؟ 55. في 10 حسنات؟ يعني انت لما تقول إلا إبليس أبى، بتاخد على كلمة إبليس ايه؟ كم حسنة؟ مش كده ولا ايه؟ ولو كنت انت بقى متأدب مع ربنا يديك مش 10 حسنات، يديك يعني ايه؟ إلا إبليس أبى، أعوذ بالله منه مثلا، تأدبت انت اهو، أعوذ بالله من إبليس. إنما بقى مش عارف وتشتم في إبليس يبقى انت لم تتأدب مع ايه؟ لا. تاخد ايه؟ على كل حرف ايه؟ حسن. تشتموا ليه؟ ما تشتموش، تقول اعوذ بالله ايه منك. طلع له هو طلع له يعني فايده اهو. والله جعله لك عدوا ابليس ليحوشك به اليه. حلوه. امال ايه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إنك تعطي من أموالك وتعطي من وقتك لقرابتك، يعني لازم تروح تزورهم، يبقى تديهم من وقتك وتديهم من مالك اللي فاضل، واخد بالك؟ هدايا، صدقات، زي ما أنت عاوز. ولما ربنا يقول ذو القربة غير أولو القربة. ذو القربة ديت القرب، أي قريب لك من بعيد أو قريب يبقى اسمه إيه؟ ذوي القربة. إنما أولو القربة دول القرايب القريبين. القرايب الإيه؟ القريبين. وإذا حضر القسمة أولو القربة. يعني مين اللي بيحضر قسمة الوصية؟ القريبين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني اللي هم القريبين. إنما ذوي القربى اللي هم الأقارب البعيدة والقريبة. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. الفحشاء دي الذنوب الكبيرة، الفواحش والمنكر، كل الذنوب كبيرها وايه؟ وصغيرها. والبغي، الظلم والبغي اللي هو ايه؟ كل ده ربنا بيتكلم على الغائب، على الايه؟ يأمر وينهى. وبعدين انتوا قاعدين كأنكم ايه؟ مش واخدين بالكم، راح ايه؟ عمل لكم التفاتة شرعية، يعظكم. الكلام ده ليكم. يعني هو اتكلم في الاول من غير ما يوجه لكم ايه؟ كلام. التفت بقى الالتفات عشان تفوقوا، يعظكم انتم لعلكم ايه؟ تذكروا. واوفوا اي اصدقوا فيما الزمتم به انفسكم. واوفوا بعهد الله،
إضافة العهد إلى الله دي حاجة قدسية عظيمة، يبقى ده تشريف للعهد، يبقى ده مش أي عهد. ساعات القرآن يضيف العهد إلى الله بعهد الله، وساعات ما يضيفوش إلى إيه؟ يعني مثلا ربنا يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ما قالش عهد الله. إنما لما يقول لك وأوفوا بعهدي، الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ومنهم من عاهد الله، يبقى عهد الله ده بقى آكد العهود، يعني عهد أنت أخذته على نفسك وجعلت الله عليه كفيلا، وجعلت الله عهود، يعني عهد أنت أخذته على نفسك وجعلت الله عليه كفيلا، وجعلت الله عليه ورقيبا، يعني أخذت هذا العهد بصفتك مسلما لا بشخصك، يعني إيه بصفتك إيه لا بشخصك. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم إيه كفيلا إن الله يفعل يعلم ما إيه ما تفعلون. ولا تنقضوا الأيمان، تنقضوا يعني إيه لا توفوا بها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم إيه كفيلا.